والله مساكم الله خير، شو اخبارك؟ مساكم الله خير. بنظف مطحت فيلو، الكل عليك اول شيء تفكر، طبعا لازم تفصله من الكهرباء. حلو، ثم كذا بس تفصل الوجه. تكون عندك أربع مسامير، هذا واحد وهذا اثنين ثلاثة أربعة، بفكهم وأرجع لكم. طبعاً فكيت المسامير، الحين فكينا الضرس أو دوران حق المعايرة اللي هو الوجه الأول. ثم عندك القرص، تبي تفك أربع مسامير، بفكي ما جايكم، بس حاول إنك ما تلمس هنا القرص لأنك تبي تغير درجة الطحنة، فانتبه. طبعاً كيف المسامير، حاول إن يصير عندك مكان تجمع المسامير عشان يضيعون. فكنا هذه، تسحب هذه ثم يطلع عندك. نظفة، إذا خلصت النظفة تحط شحم هنا بهذا، وشحم هنا وبس، وهذه تشحم برضو، بس يكون الشحم يعني بسيط، يعني ما تحاول انك تكثر. فانا ارجع لكم. طبعا الحين نظفتها الفرشة، واللي بين المسامير هذا بعود اسنان، انا ما احتاج اني افكها لاني منظفها قبل فترة، فما احتاج اني افك القرص، بس اني انظف اللي متحجر هنا من البن بس. الحين بشحمه، طبعا الشحم اللي هو الآمن الغذائي، ف شحمه وارجع. طبعا هذا الشحم شيء بسيط، ترى مرة شوي لنا حطيت. هذه الحين لازم تعادله على هذه عشان خلص. طبعا نسيت اقول لكم نحط هنا شيء بسيط، عشان تساعد تدخل التيرس عشان احتكاك. خلصت كامل، صرت زي الحين. طبعا تقدر تخليها انعم من اللي الحين، مثلا خلينا نقول هنا ناعم، بس تبي انعم منها لا فكيتها الترس اللي حركة الترس الستيل او اللي هي الالمنيوم، تبتدي تصغر الين تسمع احتكاك الاقراص، ثم كذا تصغرت الطحنة. وبرضو على العكس، اذا انت بتكبر الطحنة تفتح لاخر شيء.